قدرت احرز المركز الاول وفي منافسين ما شاء الله عليهم قوية، فالصباح كان صعب بالنسبه لي. الحمد لله يعني قدرت مجهود، كل مثل ما يقول لك كل مجهود له نصيب، فالحمد لله قدرت اجيب المركز الاول. وايد وايد اوكي حق لعيب الدراجين المضمار، وايد اوكي ممتاز. والصباح كان يعني بدايه انا روحت نزلت على عمري، تعبت على عمري بدايه ونهايه الحمد لله ارتحت وجبت المركز الاول. حاليا مع المتسابق عبد الله سالم من فئه اصحاب الهمم واللي ما شاء الله عليه فاز، والسباق كان 11 كيلو. نعم مبروك الفوز. الله يبارك فيك ان شاء الله. كيف كانت المنافسه؟ والله صراحه ما شاء الله عليهم، حسينا مشاركين 12 لاعب ما شاء الله كلهم قويين ومستعدين حق السباق. فبدايه السباق صراحه كان سباق صعب بالنسبه لي، الحمد لله يعني نص السباق قدرت اروح عنهم وقدرت احرز المركز الاول. كيف حسيت التنظيم وانتم في السباق يعني؟ بالعكس انا اشكرهم صراحه، درب نظيف وتنظيمهم رائع صراحه، اشكرهم على جهودهم.